السلام عليكم متتبعي قناة شوف تيفي، صباح الخير عليكم مجددا، صباح سعيد بكل اليوم، البركات الخير التيسير. أجواء باردة صبيحة هذا اليوم الأحد اللي كيتزامن العطلة ديال نهاية الأسبوع من قلب مدينة سطات، بالضبط من أمام القصبة الإسماعيلية بالمدينة ديال سطات، أهم معلمة تاريخية بتاريخ المغرب وبمنطقة الشاوية، واللي كيتواجد بالقرب منها ضريح الولي الصالح سيد الغليمي دفين المنطقة ديال سطات. فهاد صباح الجميل، أجواء باردة من القلب ديال المدينة ديال سطات، كنحييكم كنشكركم على التواصل، كنشكركم على التفاعل مجددا متتبعي قناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر. كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء، شوارع يعني فارغة، وهذا شيء طبيعي لأنه اليوم الأحد. كنحييكم وكنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل، ونتمنى أنكم تكونوا تقضيوا أوقات سعيدة في العطلة ديال نهاية الأسبوع، عطلة موفقة لجميع المتابعين المشاهدين الأوفياء القناة شوف تيفي. الأجواء باردة صبيحة هذا اليوم الأحد بالمدينة ديال سطات، كيف داير الأجواء عندكم متتبعي قناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر؟ خلال هذا البث المباشر متتبعي قناة شوف تيفي كننقلوا لكم الأجواء من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية، على أمل أننا نعرفوا كيف داير الأجواء عندكم بالمدن ديالكم، واش كاين شي شتاء، كاين شي برد، كاين شي الأجواء بغينا نعرفوها من خلالكم، من خلال هذا البث المباشر صبيحة هذا اليوم الأحد من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية. كنحيوكم مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تيفي. هذه الأيام كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أنه يا ربي ترحمنا، يا ربي تغيثنا وتسقينا غيثا ولا تجعلنا من القانطين يا رب. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، الجميع أنه كينتظر هذه الأمطار ديال الخير، والحمد لله يعني هذه الأمطار ديال الخير اللي تهاطلت مؤخرا على المغرب، وبالخصوص يعني على المغرب اللي خلفت واحد صدى واحد الفرحة عارمة بهذه التساقطات المطرية الأخيرة اللي الفلاحة يعني الفلاحة اللي أنهم كيستعدوا لهاد العملية ديال الحرث، كيستعدوا لهاد العملية ديال الحرث، وبالخصوص يعني العملية ديال الحرث، وبالخصوص يعني المنطقة ديال الشاوية. كيف ما كتعرفوا أنه المنطقة ديال الشاوية إلى صيفات شاوية كيصيف المغرب كامل، يعني إلى صيفات شاوية كيصيف المغرب كامل، على اعتبار أنه المنطقة ديال الشاوية هي واحد الخزان ديال الحبوب، ديبو ديال الحبوب بالمغرب، على اساس يعني توفر ديالها على واحد المجموعه من الاراضي الشاسعه والاراضي الخصبه. كيف ما كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء من خلال هذه الاجواء الجميله والرائعه صبيحه هذا اليوم الاحد من القلب ديال المدينه ديال سطات، عاصمه شاويه. كنحييكم مجددا وكنشكركم على تواصلكم وكنشكركم على التفاعل ديالكم من خلال هذا البث المباشر متتبعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تيفي، متتبعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تيفي. اللي كنبلغ لكم التحيه هذا الصباح، كنقول لكم صباحكم مبروك، صباح سعيد، صباح الخير والبركه والتيسير الجميع الناس اللي انهم يعني كيتوجهوا لاماكن العمل ديالهم. كنحيوهم النادلات
النادلين اللي بالمقاهي بالاماكن العمل ديالهم بالناس اللي كيزاولوا الفلاحه الجميع يعني اللي كنشكروهم وكنتمنوا لهم التوفيق يعني كنتمنوا لهم التوفيق وكنتمنوا لهم يعني حظ سعيد في المسار ديالهم. هذه هي الاجواء متتبعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. اجواء صباحيه جميله ورائعه، كنتمنوا انه نشوفوا الاجواء ديالكم بالمدن ديالكم، بغينا يعني نعرفوا كيف داير الاجواء عندكم بالمدن ديالكم، واش كاين شي برد كاين شي حراره كاين شي شتاء بالمناطق ديالكم، هادشي اللي بغينا نعرفوا مشاهدينا متابعينا الاوفياء القناه شوف تي في. ما بقات الا ايام معدوده على المباراه الحاسمه ديال المنتخب المغربي ضد نظيره الاسباني، واللي كنتمناو الفوز يعني يكون حليف يعني نتمناو الفوز يكون حليف اسود الاطلس ووليدات الركلاكي، يعني كنتمناو صراحه وكنطلب من الله انه تكتمل الفرحه بهاد الانتصارات المتتاليه للمنتخب المغربي ضد نظيره الاسباني. هذه هي الاجواء متتبعي قناه شوف تي في كيف ما كتشوفوا مجددا من خلال هاد البث المباشر ومن امام القصبه الاسماعيليه اهم معلمه تاريخيه بالمدينه ديال السطات، واللي كنطلبوا يعني انه لن يطالها النسيان هذه المعلمه التاريخيه اللي تشهد على التراث ديال المغرب وكتشهد على التاريخ ديال المغرب وكتشهد على التاريخ والتراث ديال المنطقه ديال الشاويه بالخصوص اللي عرفات واحد المجموعه من الامور. هذه هي القصبه الاسماعيليه اهم معلمه تاريخيه بالمدينه ديال الشاويه وبالمنطقه ديال الشاويه وبالقرب يعني ضريح الولي صالح سيد الغليمي دفين منطقه سطات. هذا هو ضريح الولي صالح سيد الغليمي دفين منطقه سطات كيف ما كتشوفوا مجددا متتبعين مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. اجواء جميله ورائعه من قلب ديال مدينه ديال سطات خصوصا في هاد الاجواء الصباحيه. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الرحمه والمغفره لجميع اموات المسلمين، كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لجميع المرضى اللي كيتواجدوا بالمستشفيات كيتواجدوا بجميع الاماكن، اللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل لهم يا ربي تشافيهم، وكنطلبوا الرحمه والمغفره لجميع اموات المسلمين، والله يفرج على الجميع والله يفك الضائقه على الجميع وطلق صراحه كل سجين. اجواء صباحيه جميله رائعه من القلب ديال المدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه. كنحييكم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينه ديال سطات. كنحييكم مجددا على التواصل، كنحييكم على التفاعل متابعينا مشاهدينا الاوفياء، وكنتمنوا لكم بدايه يوم موفق ان شاء الله بالخير والبركه والتيسير للجميع المتابعين المشاهدين الاوفياء اللي كيتواجدوا داخل المغرب وخارج ارض المغرب. خصوص تحيه خالصه لمغاربه العالم الجاليه المغربيه بالخارج واللي كيمثلوا البلاد احسن تمثيل، واللي صراحه هم السفراء الحقيقيون اللي كيمثلوا البلاد احسن تمثيل. كنحييهم على التواصل، كنحييهم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر من قلب مدينة سطات. كنشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في على تواصلكم وتفاعلكم من خلال هذا البث المباشر. صبيحه اليوم هكذا تبدو مدينه سطات، هكذا تبدو عاصمه الشاويه صبيحه هذا اليوم الاحد. كنشكركم على التواصل والتفاعل، والى اللقاء متابعينا مشاهدينا الاوفياء، الى اللقاء في بث مباشر اخر، تحياتنا للجميع.